السلام عليكم. في حاجة اسمها شيت براوزر أقدر أجيبه من هنا، ده بيبدأ يعرض لي الملفات الموجودة في قلب المشروع، أقدر أضيف ملفات أخرى بالشكل دوت، وهعلم هنا سيلكشن تري. هو لغاية دلوقتي المعماري بس اللي موجود، لو اخترت الإلكتريكال ممكن أعلم عليه كده وأقول له أوبن، وبيقول لي في سيرفر مش موجودة مفيش مشكلة، فيبدأ يجيب لي الكهرباء. أقدر أرجع تاني للأركتكشر، أقدر أضيف ما في الاركتكشر الالكتريكال مثلا، هاجي هنا واقول له ابند، يروح ضايف الالكتريكال مع الاركتكشر. ممكن اقول له برضو الاستراكشر ضيفه، وكذلك الميكانيكال، وكذلك السبرينكلر. واقدر اضيف اي لوح 2D، يعني هو مش بس بيضيف ال3D، لا تقدر تضيف اي لوحة 2D تبقى موجودة هنا، وتقدر تتنقل بينهم، تقدر تبقى فاتح اكتر من مشروع، تقدر تشوفهم برضو من هنا. فهي أداة كويسة جدا لتنظيم الشغل. طيب بعد ما ضفتهم كلهم عايز أتأكد من إذا كان فيها مشاكل ولا لأ، فباجي هنا عند السهم بتاع البروجيكت دوت، يجيب لي المعلومات بتاعة المشروع، لو في أي مشاكل يقدر يقول لي إذا كان في أي مشكلة أو في وورنينج أو في أي حاجة ناقصة.